قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب السماح للجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا. يأتي ذلك نظرا لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض، على أن يطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية. كما قررت اللجنة فتح 5 منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الإلكترونية، ذلك لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم. وتقرر أيضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجانا، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الخميس الموافق 27 من يناير، يستمر حتى يوم 7 من فبراير.